أهمية الإيمان الداخلي. إن العقل الباطن يتلقى الذبذبات الناتجة عن إيماننا بالفكرة، ويحول هذه الذبذبات إلى طاقة روحية عالية يقابلها ذكاء غير محدود، كما هو الحال بالنسبة للمصلي. وإن الإيمان هو ما نؤمن به دون أن نراه، وجائزة هذا الإيمان هي رؤية ما نؤمن به. هو إحساس بثقة له تأثير عميق وينتج عنه ذكاء غير محدود. هو ليس حكرا على الملتزمين دينيا، فالإيمان يساعد في عمل العلاج البديل ويرشد الناس إلى الطريق في المواقف الصعبة، كما أنه يسهم بحق في تحويل الأفكار الغير مادية إلى واقع مادي. بالتأكيد، الأفكار العادية التي تجول بخاطرك لن يتم تحويلها بمعجزة إلى واقع ملموس، وإنما تلك الأفكار التي تتربص بك في الليل وتؤرق نومك، التي ترتبط بإحساسك بشكل قوي، هي التي تحول الأفكار إلى واقع. وربما هذا هو السبب الذي يجعل من المصلي قويا وفعالا في التأثير على الآخرين. وسيأتي اليوم الذي يفهم فيه الناس أن الأفكار مثل القدر، فهي ليست بالأمور المجازية أبدا، وأن كل شيء نفكر فيه أو نقوله أو نقوم به له أهمية كبيرة وانعكاسات واضحة في حياتنا.